بي؟ والله بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايب قلبي؟ إن شاء الله طيبين. رجعت ياكم فيديو جديد وبحلقة جديدة من أرك لاوات بسلسلة ممنوع الإنجرامز. طبعا أحداث هواية صارت، الأحداث اللي صارت هواي. طبعا كان المفروض إنه الفيديو ينزل قبل كم يوم، هو ترويض الجيجا، ولكن طلع أكو خطأ بالمقطع المسجل إنه صوتي ما باقي، فنزلت بالمنتدى كلام إنه راح أقتل الجيجا وراح أجيكم بترويض جيجا ثاني، ولكن واحد كتب لي ليش تقتله؟ نزله بس الأحداث اللي صارت وشون روضته. العيد الثاني اللي سويته انه ردت اسوي هيتشي واجي اعلق لكم يا با هيتشي كان روضت الجيجا ويت الا القى المقطع اصلا ممسوح. فيا يا شباب ان شاء الله اليوم عندنا ترويض، وايضا ان شاء الله راح اسوي لكم حلقة ترويض جيجا ما عوفوا الجيجا هيتشي. قبل لا نبلش خلونا نصلي على الحبيب محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نذكر الله ونقول بسم الله ولا تنسونها باللايك والاشتراك، ويلا ليتس جو، خلينا نروح للحلقة اليوم. ليتس جو. اوكي شباب، طبعا قبل قبل تسجيل حلقة الجيجا انا شنو خلاني اروض الجيجا؟ اللي خلاني اروض الجيجا الحظ الاسطوري اللي صار وياي، اللي نجي على هنايا بال شو اسمه والله وين هنايا، ليش الاجواء هيك صارت الا بعد ما اجيت اصور؟ اوكي اللي طلع لي الجيت واي الميتل، حلو، يعني ما يحتاج انه اروح اشتري جيت واي ميتل. واللي طلع لي ايضا بنفس الوقت طلع لي هذا وين بالدروب مال الكهف السام، وقبل رحت للكهف الكهف الثلجي للي دروب ماله لقيت سد الجيجا جاهز، فهذا اللي خلاني اني اروض جيجا. هسه ايش راح نسوي؟ اول شيء خلونا نروح نشوفكم الجي قناه توسوروس. وين ال شو اسمه مالنا؟ هاي انا هاي قلت وين بقى الجريفين؟ خلي نروح للجيجا لان مو هنايا. وطبعا هذا الجي قناة توسوروس مالنا. الجيجا ميل وش محبوس هنايا كذا وشي. الجيجا ميل ليفله كان تقريبا 140 ما اتذكر. المهم هذا الجيجا خلونا نجرب بيه ضربة الفاي جلاس. السلام عليكم جوالي. لا بلا نبلع. ياه ليفل اب. طبعا هيلثه 17000. دمج ايش قد يقرا؟ ميل دمج 191. خلينا نطيله ميل دمج. هلا 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 لك هلا بالبطل. هذول تيم على وسوروس، خلينا نجلدهم. اجلد يا جيقة لك، اجلد يا الجيقة التوسوروس اجلد. طيب هنا من الطيلة دمج بعد. حلو 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 حلو. لحظة انا لونك ما عاجبني، لونك ما عاجبني. شو طيلك هيك ريكولر وينه؟ شو هلا هلا باللون الاسطوري، هلا باللون الاسطوري لك، هلا وبالك عني. هذا الجيجا مالنا، الجيجا طبعا يخلص استامينا بسرعه، شيء مزعج. طيب اللي عندنا اليوم نسوي شنو؟ اول شيء نروح نروح طبطب جاره او طنب جاره، يعني هذا الترويض مالنا اليوم. وايضا نروض على سورس لان ما مروضين على سورس، على مود ما نبقي داينوات. يعني احنا نعتبر انه روضنا هواي داينوات، هواي انواع روضنا، ولو ما مروضين ابو خله كارنو. كارنو روضنا بالبدايه ما اتذكر، بس المهم ليتس جو. طبعا الالاسورس عندي كبلات اله، الكبلات مال الالاسورس موجود بالبيت. ياكل كبلات مال ديبلو، احنا عندنا كبلات مال ديبلو. التبي جاره ياكل كيبلات مال علا وسوروس، بس ما يحتاج كيبلات، ما اشوف انه علا وسوروس يحتاج. الطبطب جاره يحتاج كيبلات، شوفوا الاسماء الجميله، يعني اسماء سهله. لا
جيجا نتشر روس ما ادري شنو. لا 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 اسماء سهله، احنا نسمينهم اسماء سهله يعني. لقينا طبطب جاره بس ليفل ايش قد؟ او ليفل 225. والله نايس 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 نايس، ليفل حلو مرتب، ما نحتاج ليفلات كلش عاليه. خلاص بعد يا ولد، سالفة انه نروح نجيب اسهم ونفتر على اسهم كافي بعد. وصلنا حلقة مدري حلقة 23 يمكن وصلنا، كافي بعد. جيب اسهم منا. وين الطنب جارة؟ ينام؟ هو شقد التوربر ماله؟ شو ما اتوقع يطلع توربر واني على الداينو، لا لازم انزل من على الداينو على مود يطلع التوربر ماله. المشكلة انه شو اسمه ماته مدى الاجرو ماته بعيد، يعني يسوي اجرو من بعيد يعني ما يوقف بعد، قوم يخاف ويتراكض. الزم هذا قدامك. لا انا هيش قاعد اضيع اسهم. بي؟ والله بي! بوياي الام! وين راح هذا الغثيث؟ راح هنا يا؟ الغثيث وين راح؟ اتوقع نام هنا يا طاح. والله العظيم فالداينو غثيث. اني ليش اروض هاي الداينوات الغثيثه؟ هيانا تعال تعال انا اعلمك. ابلع هاي همينا. يلا يلا نام. لا سوي له بولا ولا ما ادري شنو. هذا احسن شيء. تبي جاره ليش تروضها؟ قاعد اروض على مود هيجي يعني يعتبر داينو روضناه. طيب ننطي له مسرعا ترويضا. ابلع. ننطي له لحمات. لك هلا والله بالطنب جاره او الطبطب جاره. رجع لنا هيان. هيان مروض ليفل 336 نايس ترويض. هسه عندنا شغل قبل لا نروح لل شو اسمه نروض العله وسورس. عندنا شغل نسوي. شنو هو؟ هسه انا اقول لكم. اجينا هنايا للكهف البركاني. ايش عندنا هنايا؟ طبعا الكهف البركاني انا ما مخلي له سرير، فاحتاج اخلي له السرير. ليش؟ الكهف البركاني ينطيني مثلا كريسبو جاهز، كمباوند شو اسمه لوجنك جاهز، فاني قاعد احصل بس الكمباوند بو جاهز واريد اكسره، فمن اجي منه هم احصل شغلات ثانيه واكسره يكون عندي موارد اكثر، فموارد مال هنا هم استفاد منه. فلابد انه ندخل لهذا المكان ايضا. ليتس جو. المفروض هسه ما نخاف لان احنا مدتشين بالاسلحه والسيوف والدروع وكل شيء. ندخل نفرم على طول ونطلع بوجهنا. اطلع اطلع منا يا روح، راح تتخدر اذا هيج. شقلنا مدتشين بالدروعه والأسلحة بس مو بالتخدير، يطيحون حظك بالتخدير ذولا. هذا النظام عطشنا همينا. أبو تفلة وخر وخر وأنا معترف بيك أبو تفلة. روح لا توقف. تعال ابلع.
انا نمت اتخدرت بس ما عليه. المهم كتلت الداينوات اليمي، المهم كتل عندي بوتيتا شي وما اقدر انه ينطي عطش الفواكه هاي، بس انا اتخدرت. يلا اقعد يلا. ايه نايس. ما ادري عندي شي اكله، بوتيتا جزر شي، والله كل شي ماكو، والله كل شي ماكو. اركض اخوي عامر، لحظة لا تركض اخوي عامر، اخذ استمينة. اجا الخسيس اجا. اركض اخوي عامر، خلي السرير وامن الوضع، امن الوضع، امن الوضع. أمن الكلاوات، أمن الكلاوات، أمن الكلاوات، أمن الكلاوات، أمن الكلاوات. دول اللي يخدرون، دول اللي يخدرون، أطبلهم ليه جوا؟ سخيفين، داينوات سخيفة. طبعاً الخايسين بعد ما كسروا دروعي كتلوني، كسروا دروعي. بسيطة، بسيطة وسهلة. شبيك يوم تطير انت؟ شبيك؟ شبيك يوم تنطير؟ صاير اللي فولو بعدك؟ تعال شو اثبت بمكانك. ستوب. يلا ولا اقول لك تعال وصلني. تعال اوكي. جبنا الطيرور ابو بيرد. طبعا الطيرور ابو بيرد ليش على مود يساعدنا بالداخل. وليفل سبيد نطيله. بعد شنو؟ اصعد البس هاي لدروعه. مكسرين بس الخوذه. نايس. يلا يا طرر ابو بيرد ليتس جو. لك دروحوا لك بابا. هذا الطيرر ابو بيرد هذا شو منا ينزل؟ اي والله. لا 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 طيرر ابو بيرد لا. طير ومات الطيرر ابو بيرد. مات ابلع. مات الطيرر بيرد يا ولد. مات. جبنا العيد. جبنا نار تقمز منك او هيجي قبل. طيرور ابو بيرد. اوكي شباب رجعنا وياكم بعد ما شوية تغييرات صارت وهاي، يعني رحت ورجعت صارت شغلة واجيت. فيب طبعا اني محتار بشغلة. يعني انت عندك هذا العنكبوت دخلت بيه للكهف السام، ليش ما تجي تدخل؟ يعني ليش تخاطر بالطيرور؟ بالطيرور ابو بيرد هذا خطية. يعني ليش تخاطر بيه خطية؟ راح بيها، راح الطرر أبو بيرد وبعد ما يرجع خطية. اي والله خطية بعد شي يجيبه. مات مات والله. هذول خلينا ندبهم بال شو اسمه. هذول يهاجموني. ليش هذولاك الاثنين ما يهاجمون؟ ابلع ابو تفله، ابلع ابو تفله. مات. ليش هذولاك الاثنين ما هاجموا؟ بس هذول الاثنين القدام الكلاوتشيه. طيب هذا يراد له استمينه منا الباكر. كل شويه ويريد استمينه. سولف لي هسه شلون تعبر هنا؟ يلا احنا المهم العنكبوت عبرنا المرحلة الأولى الأساسية الصعبة. نشوف هنا اكو طريق نعبر هيجي نكمز هنا يعني جوا ولا ما يفيد؟ والله سويناها، والله سويناها.
يابا احنا يعني صرنا احد مصممين الارك، يعني خريطة ارك صارت تصميم بالنسبة لنا يعني. هنا يمتنا مرة مرة غراضنا راحت هناك بعد. هم زين الكبلات مو وياي ولا صراحة. اوكي انا ادري يعني الرادع بعد قفزات اكو، بس يعني ما نقدر نعبر به بالعنكبوت فاعتيادي. وخر ذيلك من الطريق. هسه ايش راح نسوي؟ انا لابس الدروع مو؟ اها تذكرت شغله، لا السرير موجود ولا الفاونديشن، يعني وورطاي لازم نرجع نطلع من هنا. عاد شلون نطلع ما اعرف. راح اطلع اني من هنا واسوي شو اسمه العنكبوت، هو راح يجي وراي. خوش طلعه هاي منين اجيت انا؟ اوكي طلعنا. والله ما ادري منين قمزت منك. عدنا وتشوفوني واقف هنايا ونزلت منايا، ليش؟ لو حاولت اسوي نفس الحركه واقمز هنايا اللي صار شنو؟ اللي صار انه واني فوق اللاعب ماكو دست مستمر على هذا يمين الشاشه، شط من على العنكبوت ونزل وين؟ هناك. والعنكبوت ما ادري ايش وقت مسوي لي فولو قبل نزلكم بالحمم ومات. مات العنكبوت ايضا. يا ويلي يا ويحي. اجانا البس. ليتس جو. شو البس بسرعه. ليتس جو. بسرعه نروح نخلي شو اسمه السرير والفاونديشن والوضع تمام. هاي باع اقول لكم انتم مو مستلميني حاصل فاصل. ها مو مستلميني حاصل فاصل تمام. ابلع انت اكثر واحد خسيس. ابلع انت تنومني هسه بسرعه قبل لا ننام يا ولد. بسرعه خلينا نخلي السرير هنايا. يلا عاد يلا مو ملينا وجزعنا وربي لك ملينا. جيب يلا جيب عاد. موت وموتتهم موت. يلا جيب هذا الارتفاكت سمينا. روح نجيب كم ارتفاكت. الوضع ايزي بيزي منا يا ارتفاكت. هتقول نشوفك وشو اسمه باقي بمكانه. Let's go. موجود عندنا بهيموث هذا. اتوقع عندي الجدران ما تهمنا. اوكي نفتحن الارتفاكتات نشوف شو يطلع لنا. والكهف البركاني نفتحه بحظكم. اوكي نايس. شوفوا هذني الثلاثه اجي اسوي هندي مولش ويا الدرع، وهذا اني اسويه اندي مولش واحصل هوايه موارد اسويه جرايند بالجرايندر. ادفانس داي جريفن شنو مخليني يم الجريفن احنا؟ اوكي طبعا ما اعرف شنو اللي كاتل الجريفن. يعني انا طلعت من الكهف وماكو الجريفن. ماكو معقول ابو تفله جاي كاتله؟ زين هذا الخسيس يمه ليش ما ميت؟
ليش هذا مين ما مقتول؟ وانا ما مخلي الجرافن بس ما ادري والله يمكن مخليه باسيف. دورت عليه ما لقيته. اوكي باوعت بالخريطه ولقيت النقطه مال القلاده موجود والجرافن موجود هياته جاي بس يا اخي ناسي اسمه انا يعني. ناسي اسمك ناسي اسمك ناسي اسمك يا 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 البيض شو صدق علي جرايندر راح نجي هنا يا يم الجرايندر خلي هذا اول شيء غازولين ماكو غازولين نحتاج عندنا هنا والله حلو عندنا نجيب هذا من التيرنون جرايند نسوي له هذا هذا هم هذا هم اوه 100 500 600 حلو كل شغله 100 متر حصلنا 600 متر هنايا والامور طيبه الامور طيبه طبعا طب جاره وين الطنب جاره طنب جاره وين ما نطنب جاره طنب جاره تعال طنب جاره شو نسوي قلنا السطل مات نسوي نخلي السطل مات هنايا السطل مات من البدايه محصله بس يريد موارد السطل مات والله مواردي الرايد له يرناد له موارد موارد منين نجيب له منين نجيب له فما نقدر نصنعها هسه السطل مات ما نقدر نصنعها هسه هذا طيب شباب الحلقه اتوقع راح تطلع قصيره ما اريد اطولها هالمره روضنا الطبطب جاره وسوينا تضحيات في الكهف البركاني تضحيات سوينا منهم راح ضحيتها الطيره ابو بيرد والعنكبوت منا والارينو فنكتفي لهنا الحلقه هاي فيب لهنا وصلناكم نهايه الحلقه اتمنى تكونوا استمتعتوا انا اتمنى يكون الحلقه عجبتكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اشوفكم بالحلقه الجايه يا ابطال مع السلامه